يا مساء الخير، يا مساء الصحة، يا مساء الإعلام. الليلة في ملتقى مبادرة من أجل جازان الذي تقيمه صحة جازان. طبعا هو ملتقى إعلامي يضم عدد من الفعاليات، دورة تدريبية في الإعلام والتنمية ونقاشات إعلامية. خليكم معنا، راح نقول لكم إن شاء الله الفعاليات كلنا صحفيين. في أحد مش صحفي موجود معنا؟ أنا أتعامل الآن على أساس إنه الكل جاي بخلفية إعلامية أو خلفية صحفية. نعم، الخبر ايجابي. هذه زراعه الذكاء عندنا مشكله، ملاحظه انه معلومه غير اكيده. بالضبط، للاسف المتلقي ما يبحث، يعتبرك انت مصدر المعلومه الصحيحه. الثاني البس هذه، معلومه غير دقيقه. قفزت بقصد النقوص الايجابي عليها ثم الواقع او الاعلام الحديث او اي وسيله اعلام اخذت هذا الزو ولبسته، ولكن للاسف لم يظهرها بمظهر الا انها في انسان. وهو ان مصدر المعلومه قد يمرر لنا بعض التفاصيل الخاطئه لجهله او لحاجه في نفسه. طبعا اعزائي المتابعين، الملتقى هيكون على يومين ان شاء الله، الليله دور في الاعلام والتنميه، وغدا استكمال الدوره ونقاشات مع مدير صحه جازان والمساعدين. غدا ايضا في مبادره لاطلاق سفراء الوعي الصحي في منطقه جازان، وايضا في استعراض لتطوير الخدمات الصحيه في المنطقه. كثير ربما يحرص على زي ما تفضلت السفر الصحفي. الان هو بين ان يطبق المعايير وبين ان يحقق السوق. الصحفي الان أطلع بمعلومة حقيقية ودقيقة وممتازة ومدري، بس في نفس الوقت أتحقق وين أروح؟ طيب بنحدد الرسم المفاضل. احنا الليلة في مبادرة اطلقتها صحة جازان مشكورة، تتحدث عن الإعلام التنموي وكيف أن نوظف الإعلام لخدمة التنمية. بدأت هذه المبادرة الليلة الساعة 5، ستستكمل غدا إن شاء الله الدورة، وهناك عديد من الفعاليات من ضمنها لقاء مع مدير عام الشؤون الصحية يوم غد إن شاء الله بعد الظهر. السلام عليكم، معكم الأخت زهراء غروي. حضرنا اليوم ملتقى الإعلاميين في عن جازان. كان الملتقى ما شاء الله تبارك الله ملوح من الإعلاميين. نشكر صحة جازان ممثلة في إدارة الإعلام على المبادرة من أجل جازان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تجدها نافعة للجميع، جميع الإعلاميين في جازان. الإعلام والتنمية موضوع كبير وفق الزملاء في الشؤون الصحية باختياره. حقيقة هو يدرس دور الإعلام سواء إيجابيا أو سلبيا على التنمية، ونتقدم بشكر جزيل للزملاء الإعلاميين والشؤون الصحية المنظمة لهذه الدورة. تواجد في منطقة جازان يجد هناك الكثير من الأخبار الصحفية التي تؤثر على تواجده في المنطقة أو قد. هو الفكرة من هذا البرنامج إنه التنمية كيف تتأثر بالعمل الإعلامي، الإعلام كيف يكون محفز للتنمية وكيف يكون مثبط للتنمية. نحن دورنا في العمل في الإعلام نكون شركاء في التنمية، في دفعها، في تطويرها، في تحفيزها، وليس العكس تثبيطها، وهذا هو المهم. ملتقى مبادرة من أجل جازان تطلقها صحة جازان كورش تدريبية، وملتقى مفتوح مع الإعلاميين وإطلاق بعض المبادرات. مسمى الملتقى من أجل جازان لأننا جميعا نعمل من أجل جازان، من أجل تنمية جازان، من أجل الارتقاء بجازان. من هنا من موقع الملتقى سنطلق مبادرة سفراء الوعي الصحي التي نطلقها للجميع، لكل من يحب أن يكون سفير لنشر الوعي الصحي في المجتمع. غدا إن شاء الله أعزائي المتابعين نلتقيكم في اليوم الثاني لملتقى مبادرة من أجل جازان. ليلة سعيدة في أمان الله. يا صباح الخير، يا صباح الجمال، يا صباح المبادرات. اليوم ايضا من ملتقى الاعلاميين مبادره من اجل جازان. اليوم ان شاء الله راح يستكمل البرنامج التدريبي الاعلام والتنميه، ايضا هيكون معنا مدير عام صحه جازان، وايضا ستطلق مبادره سفراء الوعي الصحي، وسيكون معنا ايضا استعراض لتطوير الخدمات الصحيه بمنطقه جازان. لكم معنا ان شاء الله نقول لكم جميع الفعاليات. نشر تأكيدي انه وش هو الخلفيات وش وراء هذا الحدث. لكن دور
دورنا نصحح هذه السلوكيات الخاطئة عشان لما تطلع بشكلها السليم. ما أعطيك النقطة الصحيحة لأنك إيش أنت لا تكسر. جريدة هي طبعا عمل يومي. جريدة طبعا وظيفة الوزارة أو الجهة أو مثلا الجهة التي تتبع لها المنشآت الحكومية. ايضا اليه ان تفهم ان العمل الصحفي هو نشر يومي، هو نقل للمعاناه بشكل الجهه تعودت انه انا كصحفي مجرد من كل دور يومين حقول مع السلامه وحروح انشر الجهه صح. هم وجدوا انه انا استقل له مساعدية المدير العام، الإخوة الزملاء الإعلاميين والإعلاميات، ضيوفنا الكرام، أسعد الله ظهيرتكم بكل خير. نرحب مجددا بكل الإعلاميين، الإخوة الإعلاميين، الزملاء الإعلاميين الذين شاركونا وأتحفونا بحضور المملكة 2030. هناك مبادرات للتحول الصحي على مستوى المملكة. صحة جازان هي جزء هو تحسين جودة مخرجات الخدمات الصحية بالشكلين الوقائي والعلاجي مع التركيز بشكل أكبر على الخدمات الوقائية. والهدف الثاني تحسين جودة الخدمة في المراكز الصحية. وهذه المبادرة تم تفعيلها ولله الحمد في 4 مراكز صحية وهي مخرجات. ولكن أنا أتكلم بطريقة أخرى وهي أتكلم عن العملات التي تواجهنا الآن في مستشفياتنا من المملكة. أحيانا تكون فيها مشكلة في الفجائية المنطقة إلى الملالي ممكن تجيك مجموعة حالات تجي اليوم الثاني قد يكون طبعا الخدمة شوية لا تكون الخدمات الصحية هي أيضا من الأشياء المميزة التي تحظى على إعجاب منطقة جيزان. زي ما قال الدكتور طاهر فعلا لما تدخل على جوجل ما تشوف الأخبار سيئة 90% من المواقع تقريبا هناك اشياء كثير جميله في هذا المنطقه لكن مقومات يعني صراحه لا توجد في اي منطقه. انا متاكد في اخبار ايجابيه قد تكون رائعه يعني قرار اخبار سلبيه. هناك يعني الاعلاميين انا جيزان نفس التخصص هذا اللي قوتنا عشان نجيب ناس يغطون العسير احنا ثلاثه هنا في جيزان ثلاثه اطباء سعوديين نفس التخصص اللي معلوم في هذه المنطقة اللي تعالج فيه أبوي وأخوي وأبوه وابنك هذه المنطقة إذا ما دعمنا بعضنا والله جميعا نعمل يعني من أجل الخدمة الصحية تكون يعني إحنا ما عندنا أي نقص في الإمكانية ولا عندنا نقص في الكوادر ولا مصطلح الخطأ الطبي هذا أكبر مصطلح أسمعه اليوم 100 مرة. أنا سويت عملية دكتور في مستشفى نيف وصار لي خطأ طبي. طبعا خطأ طبي الطبيب أو المال الصحي سواء مرض أو غير ما يتعمد أبداً أنه يضر أحد. يعني الناس هذول كلهم مستأمنين وكلهم معاهدين وحاذرين. وهذا في اعتقادي حقيقة أن يكون هنالك أيضاً شراكة مجتمعية ما بين الإعلام والصحة. ما هي ما وقعت صراحة من استهلاك سواء الصحية أو غيره هي هذه المبادرات لها مؤشرات ومؤشرات يعني طبعا هم على شراكة ايضا مع المجتمع كله بالذات الصحة. انا حقيقة افتخر اني صديق الصحة منذ يعني في الوقت الحالي العناية. انا عندما اذهب بابني بابنتي بامي باخي باي كان الاحتواء والالكتروني نتمنى فعلا ان تثبت الشريعة بانه فعلا كل كلمة كنت مسؤولا عنها المداخلة تشرفت اليوم بلقاء الإعلامي في منطقة جيزان وكان لنا الشرف أيضا مع بعض المساعدين في تقديم نظرة المستقبلية لصحة جيزان. كنا أعزائي المتابعين على مدى يومين في مبادرة لأجل جيزان التي أقامتها صحة جيزان وما زلنا لأجل جيزان.
ومن البشارات التي قالها مدير عام صحة جازان أن العمل في مستشفى جازان العام إن شاء الله سيبدأ خلال الأسبوع القادم أو الأسبوع بعد القادم. أتمنى أنه قدمنا لكم شيء جميل. استودعكم الله وانتظرونا في تغطيات وتقارير أخرى. في أمان الله.